السلام عليكم خي يوسف. مزيان مدخن مع راسك؟ الله يحفظك اخي. لا تعاود في الموضوع، احنا تلاقينا. ضروري. مرحبا بك ومرحبا بيا عندك. تينا كتعرفني دابا اشرف اللحية. شوف ما شاء الله. نعم اخي. ضروري. جزاه الله خيرا، برافو ليلو. الناس بزاف. شنو السبب باش قبلوك الناس؟ ولا حس. ضروري مع رمضان تبارك الله الاجواء مزيونه والناس عاوتاني كيهضروا في مواضيع واعرين، ما كاينش ديك كاين اللي ما كيحملك شي، هذيك معروفه خلي الله يهديه. كان سماح له. نعم اخي يوسف. على الشيخ هيا اللي مراونا بلاد. كان شوف انا كنقول خلي ديك الشيء اخي يوسف. نعم اخي قل لي. موضوع اخي الشيخ اللي عمل فيلم مسلسل هذيك الخدمه ديالها يا المجتمع ديالنا ما كيرحمش. نجيك من الاخر، المجتمع ديالنا ما كيرحمش، ولكن هي عندها هذه الخدمه ديالو عملها ساف واحد فواحد الشهر، فواحد الشهر لي ماشي ديك المسلسل. حنا نضرب في الواقع. وديك الاخ ياسين تبارك الله العمري هذاك تبارك الله عليه دار في الموضوع نيشان ما نافخ ما تاحاش. ضروري اخ ديالنا حالي بحالو. الرساله ديالو، الرساله اللي نوجه له هي الله يوفقه، الله يجيب له التيسير، الله يسهل عليه، والله يوصلوا ان شاء الله. هو وصل تبارك الله عليه. قال ان الشيخه المسلسل ساقط. ضروري ساقط. عنده الحق، انا معاه في هذه الكلمه هذه، معاه. شاف حنا واش المجتمع ديالنا في الدار ديالنا مثلا كتبان الاخت ديالك خدامه في شركه بحالك بحال الناس، عاود الاخت ديال اخر عاوتاني حتى هي كذلك عاود خدامه، كاين اللي خدام في باندريه، راه ما تعمل. هذا هو الواقع المجتمع ديالنا حنا. كينو دول 5 الصباح ترسبور وهذيك تماره. الله يحسن العون والله يعاونهم في هذا المنبر النساء اللي مرجلها، فهمتيني؟ اما النساء تشطيح والرداح هذوك الله يعفو عليهم. هادشي اللي غنقول لك انا مع هذا المنبر كنقول الله يعفو على الامه محمد كامله. كيديو فلوس اخي يوسف. كيديو فلوس. دابا هي رضات راسها، راه هي شيخه ما رضاتش هي اولا، الضمير ديالها تجلس في الشوليه مثلا غتقول شنو اللي عملت انا، وشحال المشاهده ضربت في الفيديو، فهمتيني؟ شحال المشاهده؟ قليله تا الشهر. وباقي عتينا كتشوف. لا الواقع هما اللي كيقول الواقع دمار، هذاك اللي قالك يقول الواقع دمار. دابا حنا نكونوا جالسين نوضوا انا نشطح باللحيه تشطح، واش الموالين اللي كيشطحوا؟ انت كي مثلا واش الاخ باللحيه كيشبر شي جاده يمشي يصلي اشطح له؟ اللهم هذا ممكن. كتعرف شي شيخ في الواقع ديالك انت؟ لا واه. قالك اسيدي فين ما مشيت كاين شيخ؟ لا حسب، على حسب بنادم اللي كيعيش في الزنقه، اللي كيمشي للبيران وزيد وزيد. ضروري. قال لك اخي ياسين العمري عنده علاقه بالفن، واش دخلوا في هذه اللعيبه؟ لا الدين كيقول الحق. لا اسمح لي الراجل هذاك حتى شي واحد ما يجبدو بالعيب، عندك الراجل ديال الله وشابر الطريق ديال الله، الله يعاونو في هذا المنبر هذا. ديبا خي ياسين الله يوفقك. الدعوه ديال الله كتطلب هذا الشيء. ضروري. يهضر في كل شيء، حيت كيقول هذا الشيء ديال الله. الخاو كيقول لي قال في القران، ماشي جا من راسه وقال هذا هذه 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 عملت هذه عملت. هادشي اللي كاين. امين. انتقلوا لموضوع اخر. قول لي اخي. شنو والقريه؟ قلتها بيا شي توبه خالصه ولا توبه تسرك الفرك الواقي؟ شنو هذا كيخدم خطاج ديالو بزاف. هذاك لاصيان هذاك شبار اي اداة الدولة في واحد كلاش باعات، قالوا له سي ملايدة راسنا وعاش الملك ما دم منبر. الله دابا دابا انا تجيني انا تيني تجيني عندي اخي يوسف تقول لي اشرف سبتي شو خانا كنغني الراب مثلا، كنغني الراب انا جيتينا تقول لي اشرار سبت، يقول لك سبت هذا حيتاش هذا كيغني الراب هذا كيدخل فلوس.
ضروري يمشي مع ياسين العامري، ضروري يا خو الاخ ديالنا، هذيك بزز منه. والشيخه ما كاينه شيخ. اجي كتشوف كتشوف الكريه باغي يطلع على الموجه والسلام. اه ضروري ضروري خصو يطلع على الموجه، واخا كيطلع كيهبطوا روابا كاين اللي كيكلاشيوه. بلا ما نقول لك راه في الحبس كيز بقى نهضر انا، خليني ساكت. بالافضل يتوب. اه يتوب يتوب، ابعد من الرب ماشي ديالك الخاو. نعم اخ. كنهضروا على روابا مسلم. اه مسلم ديال دابا مسلم ديال شحال تبدل اخ من الاحسن ولا مسلم؟ تبارك الله عليه كنحييه من المنبر، الله يوفقه الخاو. تبارك الله الراجل كيخدم. كاين بعض الناس كيقولوا دابا في المجتمع دابا حاليا حاليا كيقولوا مسلم تبدل كلاشان، حيت انتوما اديتوه شي ناس خليه في الزيرو غتبقى غيبقى خاطي، ما يمكنش. واش فهمتيني يا عزيزي يوسف؟ واش غيبقى خاطي دابا انت خصك تبقى خاطي؟ لا مستحيل. صافي الراجل دبر، الله يعاون كل واحد الخاو. هاتي نهضرتي والراجل تبارك الله واصل، برافو ليك. انت كليبات العلاقة ديالي انا ما الخدمة، ماشي الخدمة ديالي يا يوسف اخي، هادشي هذا كنعملو هواية. انا كيعجبني نبان في كليبات مع واحد الراجل كنحيي مان بيمار الروفيكس صاحبي والخوة ديالي، هذاك كنبان معاه وصابر كينغ تا هو تحية مان بيمار صابر الخوة ديالي. الجماهير المغربية كنتمنى لكم الخير والتوفيق إن شاء الله بإذن الله. بنادم يشبر طريق الله سبحانه وتعالى هينجح، وعايز الماتشي كامل وعاش الملك. كتوسم عربة يزيدوا إذا كان شي مسلسل بحال الشيخ يتفرجوا فيه؟ لا ما يمكنش ما يدعموه. لا أنا هاد الخطة هادي إكس. علاش؟ الله يهديهم، كاين اللي شافوه خرج، كاين اللي تبعوا الوتال خرج. اه كاين الله يهديه، فهمتي تبع استغفر الله في رمضان وكيشوف في التلفاز. الله يغفر لينا وليلو مسكين. امين اخي اشرف، شكرا جزيلا. ارحم والديك اش واقع يا تبارك الله عليك. بيبا خي يوسف الله يرحم والديك، شكرا بزاف، الله يرحم بابك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.